وخلال مناقشة مشروع ترسيم 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة، ثمن نواب البرلمان مشروع القانون وطالبوا بتسريع تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار. يوم وطني للذاكرة، كل النواب تقريبا أجمعوا على أنها خطوة مهمة جدا، وشكروا رئيس الجمهورية على هذه المبادرة وأيضا الحكومة، ولكن تبقى خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى باتجاه تجريم الاستعمار. ومن ثم نحن نعتبر اعتماد هذا اليوم للذاكرة، الذاكرة ليس فقط موضوع 8 ماي 45، ولكن الذاكرة هي تجريم الاستعمار وتمرير هذا القانون كي تعترف فرنسا بجرائمها وتعترف للشعب الجزائري وتعتذر منه وتقدم كذلك التعويضات اللازمة. وتمرير هذا القانون كذلك لا يكفي، لابد من القطيعة الفعلية من فرنسا التي كانت هي المحظوظة في المشاريع. أنا أعتقد أنه معنوي أكثر منه مادي، لأنه مادي لو كان نحسبه مادي، لأنه قرن 32 سنة وهي تأخذ من خيرات الجزائر لا تقدر بثمن، يعني أوروبا فما بالك لا فرنسا، حتى أوروبا ولا تستطيع أن تسدد ما على فرنسا من غرامات مقابل أنها استعمرت الجزائر ذات يوم.